تاج صاحبة الامتياز الأولى في العراق. الأولى في العراق. الأولى في العراق. الأولى في العراق. ويا الغيم تعلينا رشب البله مرضينا ليقدر نشد عليك عينه وداعش ما ظني دمينا شرطه وجيش نتمينا حشد الشعب تحدينا حشد الشعب تحدينا واهل الهور اللي قالوها تكلف عدكم خلوها والعنبار يصفوها بمذيقار تعلموها ولد الملح لطفوها زمر الداعي استعقوها زمر الداعي استعقوها بمر السيد دقوها راية حيدر علوها راية حيدر علوها قاع الموطن تحموها قوموا جدكم ردوها ايد التلمد قطعوها لبن سعود تودوها لبن سعود تودوها والاعتراك تبلغوها موصل خلي تركوها موصل خلي تركوها حيد جيش وحشد الشعب هم يصدوها جيش وحشد الشعب هم يصدوها ظله الظالة يقدر علينا ما شيعة وزودنا من البطل عباس وتخاف القاع من تسمع بطارينا اللي يعيل علينا هدنا ما نطيه كل ظله الظالة يقدر علينا شيعة وزودنا من البطل عباس وتخاف القاع من تسمع بطارينا ما بنا يخاف ودنق الرأس نتلاقى ويا الفشق والموت حادنا بالصوت ارتفع وبصف التابوت ومن اجل الوطن شبان الطين بالصوت ارتفع وبصف التابوت ومن اجل الوطن من اجل الوطن شبان الطين وهو هو ويا الغيم تعلينا رشق البله مرضينا ليقدر نشد عليك عينه وداعش ما ظني دمينا شرطه وجيش نتمينا حشد الشعب تحدينا حشد الشعب تحدينا وامر السيد هدينا يوم قال السيد هو السيد مخنوق السوالف والحكي تلحثم مخنوق السوالف والحكي تلحثم كون من الارض سولف بيك اسولف دم نتحد كون من الارض سولف بيك اسولف دم يضيعها الخشم من نطيح الورود متحد بالعكس شو من طحت تنشم متحد بالعكس شو من طحت تنشم شلمتك على احباب تلفاش وعلى العايل وعلى العايل تنزل شلمتك سم وعلى العايل تنزل شلمتك سم براسك ما شلتهم دنيا وفلوس ولعيون العراق اش قشلتهم ولعيون العراق اش قشلتهم هذا الكان بالحشد معروف هذا الكان حدر الناس تلكم هون كلمة جيت العايل جيت العايل هون كلمة جيت العايل يوم صار مناد الناس ما هتضرب زلمنا محزم على الحد
إذا صارت الفزعة وشدة وسرود الخيل نتلاقى ويا الفشق ونصيح هذا الرد. إذا صارت الفزعة وشدة وسرود الخيل نتلاقى ويا الفشق ونصيح هذا الرد. ما بينا اللي يخاف ودلق رمى مايس ولا همنه سعود شما حكى وهدد. اذكرنك اهلنا بثورة العشرين ويقصون الجفوف عليهم بالمد. اذكرنك اهلنا بثورة العشرين ويقصون الجفوف عليهم بالمد. إذا مو بيرغ بيرغ رفرفت على العود وإذا نحكي الهوسة والسلم تشتد. مو بيرغ بيرغ رفرفت على العود وإذا نحكي الهوسة والسلم تشتد. هذا الربط بطق حتى ما يتحكي حتى ما يروح من البال. هو 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 اهل الهور اللي قالوها تكل بعدكم خلوها والعنبار يصفوها بين ذيقار تعنوها ولد الملح طفوها زمر الداعي سحقوها زمر الداعي سحقوها ضمر السيد دقوها راية حيدر علوها راية حيدر علوها داع الموطن تحموها قوم جدكم ردوها عيد التنمد قطعوها لابن سعود تودوها لابن سعود تودوها والاعتراك تبلغوها موصل خلي تركوها موصل خلي تركوها عيد جيش وحشد الشعب هم يصفوها جيش وحشد الشعب هم يصفوها إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.